بهدف التعرف على سير العمل، قام وزير التجارة والصناعة كيبلو فانكا ماتيو بزيارة تفقدية للوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات، حيث عقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة قاسم لول محمد شوا بجانب المسؤولين الإداريين، حيث ناقش اللقاء عدة نقاط أساسية أهمها توضيح مهام الوكالة والتي تعد ضمن الخطة الاستراتيجية التنموية، مع تقديم شرح مفصل للمهام الإدارية وسير العمل بالوكالة. وزير التجارة والصناعة جيبولو فانكا ماتيو قال إن هذه الزيارة من أجل تفقد مجريات سير العمل وهي تسير على أكمل وجه، مؤكدا استعداده للمساهمة في تطوير قطاع استثمار الصادرات بالوكالة، وأن البلاد تحتاج لمثل هذه القطاعات التي تعمل في زيادة الدخل العام للدولة، والذي يعد مهما في الوقت الراهن، مثمنا في الوقت نفسه جهود الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات لأداء مهامها بصورة المطلوبة. لقينا زيارة للوزير التجارة في أني. أولا يعني لقينا وضحنا الأمور عن الأجنس، ميسيون عن الأجنس، وشنو شغل خلانا يعني في وسط الاستراتيجية عن الترانسفورماسيون ايكونوميك عن بلدنا. إداريا كمان لقينا وضحنا له الأمور، وإن شاء الله كله بخير. يعني عنينا والمينيستر والبريمير مينيستر كلنا اللي في البروجرام بوليتيك انا بريزون لا ريبوبليك، ان شاء الله نلقى نتيجه قريبا. وفي نهاية الاجتماع توجه وزير التجارة والصناعة برفقة المدير العام للوكالة والمسؤولين الإداريين بجولة تفقدية داخل الوكالة من أجل التعرف على سير العمل، مع تقديم شروحات مفصلة حول مهام الوكالة.